الإجراءات اللي كاينه حاليا لعودة هذا القطاع، وهو بلاغ جاء لأصحاب المطاعم فقط، أصحاب المطاعم فقط وبواحد الشروط، بالوسيلة ديال ديك الآلة ديال الحارة، ديال الحارة باش الإنسان باش يجي الزبون ياخذوا له الحارة، والتعقيم ضروري، والنظافة حنا راه دايرينها بلا هاد بلا هاد كوفيد 19، راه دائما سيرفيس دي جان كيدوزوا المحلات وكيراقبوهم على أساس النظافة، والنظافة حنا مع النظافة، المحل كله نظيف. الشروط الأخرى وهو يا تباعد، إنسان خاصو يدير واحد المترو بينه وبين هذاك الزبون الآخر، يعني هذا السيد اللي غادي يبرك في الطابلة لا جاو ربعة الناس غادي يشدوا، عنده ستة طوابل في المحل مثلا، غيشدوا لي ربعة الناس، يشدوا لي ربعة طوابلات، ها هو عمر. ومع هاد الظروف هادي، هاد الكليان موحشين في البركة، إلا مشى تبرك ما بقاش يبغي ينوض يبقى مريح ليه، ايوا الاخرين كيتسناو برا بانه غادي ينوض هذاك السيد، ما يقدرش هو يقول له، يقول الكليان يقول له نوض، ما يقدرش، لانه حنا كنحترموا الزبون، لو كليون سي تاروا ما تقدرش تزجعوا. ولهذا وكذلك لانيماسيون ما كايناش، ممنوعه لانيماسيون ميوزيكال، ممنوعه، والاغلاق غيكون مع الوحده صباحا. الافتتاح دا الافتتاح دائما ديال المطاعم كيكون مع العشرة الصباح الى الواحدة صباحا، هذه غير مؤقتة، هاد الشروط مؤقتة، ريت ما نشوفوا عاوتاني الظروف باش غادي تبدل، وكنطلبوا الله تبارك وتعالى يبعد من هذا الوباء باش نشتغلوا عادي. راه الناس ضرات، كاين صحاب الحانات اللي ما عندهمش الحق دابا يشتغلوا، صحاب المحلات الملاهي الليليه ما عندهمش الحق يشتغلوا، لان عندهم بروميير كاتيجوري، اللي كيشتغلوا دابا هما صحاب دوزيام كاتيجوري، وبهاد الشروط، وهاد الشروط راه غير بغاو الناس يعدي وصافي تسمى فتح، اما هو راه ماشي افتتاح ديال المحل. البلاغ اللي وصلنا وهو نهار 16 مارس 2020 على اساس بانه باش نغلقوا جميع المحلات التجاريه لهذا القطاع على حساب هاد كوفيد 19 وهو كورونا. سدينا المحلات ديالنا، مشى كنا كنتسناو بانه هاد 15 يوم 20 يوم شهر شهرين، ولينا في 3 شهور 4 شهور وما كاين والو، ولينا كنتمناو بانه شي نهار تعيط لنا وزارة الداخلية تعطينا واحد البلاغ آخر اللي هو ديال افتتاح ديال المحلات، ما توصلنا بتا شي بلاغ. وهذا القطاع في هذه الظروف هذه هو المتضرر في هذه القطاعات كلشي، علاش؟ لأنه هذا الإغلاق جاء على بغتة، الناس خدامين تجاو قالوا لهم مع ستة سدوا، لو كون غير علمونا بواحد اليومين ثلاث ايام اربع ايام الانسان مثلا يقدر يوجد راسه. ولهذا هذا القطاع تضرر، وملي وصلت هذه الظرفيه هذه ديال كوفيد 19 لهذا القطاع هذا تضرر، والناس ولات ما لقاتش ما تصير، مشيت العمال، العمال عوضاتهم لا سي ان اس اس ب 2000 درهم كرة. ولكن هذيك 2000 درهم راه ما كافياش لهذاك العامل، العامل الكاري ب 2000 درهم او 3000 درهم، وهو كان كيصور واحد الطرف ديال يوميا جورنالي كيخسروا على العائله ديالو، وما استفد غير هذيك 2000 درهم، راه متضرر. وعاد صاحب المحل التجاري اللي هو بقى كنزل عليه الكرة والضوء والماء، ولو بأنه كان هذاك المشكل ديال 3 شهور أو 4 شهور ما خلصوش، ولكن راه في شهر 7 غتبدا المعاناة
كنطلبوا من الدولة باش تساهم معنا بواحد القسط تاهيايا ديال هاد الضرار، وهو يا تخرج واحد البلاغ على اساس بانه تعفي على الملاكين واحد سنتين متتابعه ديال الضرائب، وهاد الملاكين اللي هو المقابل ديال هذاك الاعفاء ديالهم تعفي تاهيايا على اصحاب المحلات التجاريه 4 شهور. هادشي اللي كنطلبوا حنايا 4 شهور، وكنطلبوا من الدوله كذلك باش تاهي تعاوننا على هاد الضرر اللي هو اعفاء ديال هاد القطاع من جميع الضرائب لسنه 2020 بما فيهم لا سينيسيس. تاهي هاد القطاع راه ضرر، لانه كاين الناس اللي عندهم المحلات التجاريه ما لقاو ما يصيروا على ولادهم، المدارس كتغوت ولادهم كيغوتوا حتى هما كذلك، وما كاينش الدخول، ما كاينش كاين اللي باع السياره ديالو باش يكمل، وكاين اللي صاحب المحل التجاري اللي مشى باع التلفزيونات ديالو ديال المحل لانه كيتسنى وعنده الامل باش يحل وعاود ياخذ الكريدي وعاد يجيب هذوك التلفزيونات وياخذ طوموبيل اخرى عاوتاني كريدي، غتولي عنده معاناه اخرى. وقتاش هذا السيد هذا غادي يريكوبيري هاد المسائل ديالو كله؟ راه خاصو واحد الزمن طويل، راه على الاقل واحد سنه او سنتين هو يتخبط الله يمشي على رجليه. ولهذا كنطلبوا من الدوله باش تعفينا من الضرائب ديال 2020 سنه بيضاء بما فيهم لا سينيسيس. وهذا الشيء اللي غادي نطلبوا من الدوله، وحنا كذلك كنطلبوا الشفاء العاجل لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. ومال المحلات التجارية راهم متضررين، وحنا رحنا معونين الدولة على أساس بأنهم مخدمين لها واحد اليد شغيلة كثيرة، وهاد اليد العاملة اللي مخدمينها حنا راه الدولة ما تقدرش تخدمها، ما تقدرش نعطيوها لها وتخدمها، ما تقدرش لانه ما قاريش هاد الناس، هاد الناس ما قاريش، وحنا اللي مستحملينهم ومخدمينهم ومعيشين معاهم عائلات ديالهم، العائلات ديالهم عايشين حتى هما في هاد القطاع، كاين اللي قرى ولادو من هاد القطاع، كاين اللي شرى الدار كريدي من هاد القطاع، ودابا ما كيخلصش مسكين دابا التريتا ديالو ديال الدار، ربما في شهر 7 تصيفطو البنكة او تقول له غادي نبيعوا لك هاد الشقة ديالك في المزاد العلاني. واشنا هو السبب؟ كوفيد-19 اللي تضرر فيه العامل وتضرر فيه صاحب المحل التجاري. وحنا رحنا معاونين الدولة اقتصاديا وطنيا وسياحيا، حتى السياحة هي رحنا معاونين الدولة بها وصابرين، وكنخلصوا جميع الضرائب، الضرائب كلها كتخلص، وحنا الوحيدين اللي كنخلصوا الضرائب زايده، راه تقريبا كنخلصوا واحد 13 او 14 ضريبه في السنه بما فيهم هذيك الضريبه ديال الجماعه، بما فيهم هذيك الضريبه الجماعه اللي كانت حاسبه لنا 10% هي الاصل. المره الاولى راه كانت 3%، شويه داروا 4%، شويه داروا 6، نقزوا 10، درنا واحد البلاغات وكل شيء وكا يستجبوا لنا على اساس بانه نخلصوا 8، ولكن حنا ما قادناش 8، راه بزاف علينا لانه عندنا ضرائب اخرى تابعه، راه 13 و 14 ضريبه كيخلص مول هذا المحل التجاري، راه كيخلص الضرائب، هو الوحيد اللي كيخلص الضرائب في المغرب. اما الشيء الاخر العلم ولا العلم لله، كاين اللي كيخلص كاين اللي ما كيخلص، ولكن حنا مضطرين باش نخلصوا. علاش؟ لانه الا ما خلصتش غير تاكس لا ليسونس وحده، ضريبه وحده ديال تاكس لا ليسونس كيسدوا لك المحل، كتمشي كتجري كتخلص باش تحل. هذا هو العقده اللي عندنا ديال الضريبه، رانا ما خلصتيش يسدوا لك المحل. حنا كنمشيو كنخلصوا جميع الواجبات الضريبيه كنخلصوها باش ما نوقعوش المشكل مع الدوله، وحنا كنعاونوا الدوله وكنعاونوا السياحه وكنعاونوا المواطنين ومعاونينهم في اليد الشاغله اللي ما يقدروش تخدمها الدوله، حنا كنخدموها، ما قارينش هذوك الناس
وحنا كنخدموهم كنرحموا بهم كاين اللي كنعطيو التباصيل في المقاريش وكل العيالات الكبار حتى هما ديال النظافه حتى هما الارامل كنخدموهم والدوله راه ما تقدرش تخدم هذا الشيء وحنا دايرين في هاد الناس خير والخير من الدوله والدوله حتى هي خاصها تشوف واحد العين بصيره لهذا القطاع هذا القطاع راه تضرر كنطلبوا منهم باش يعوضونا في هاد كوفيد 19 اللي بركنا فيه بدون عمل طلب ثانيا وهو يعفو عنا من الضريبه ديال 2020 سنه بيضاء بما فيهم لا سينيسيس وكذلك الكراق ديال المحل مدة 4 أشهر مقابل إعفاء سنتين متتابعة لأصحاب الملك ديال الضريبة راه ما كاينش واحد ما يكونش عنده واحد المرضو واحد لامارج ما كايناش عنده الخسارة خصو يخلص الخدام هذا الخدام اللي كيجي ما يمكنش ينقص الخدامة جاو عنده ما يمكنش ينقصهم ويقول له سير أنت ما تجيش تادي الآخر غيبقى فيه الحال راه ما يمكنش خاصك تخدمهم وكيا هذا سويعات هذا ثلاثه هذا اربعه سويع تخدمهم وتهلا فيهم لانهم حتى هما كانوا مضرين هاد الناس هادو هاد العمال كانوا مضرين وضرر مول المحل اكثر منهم حتى هو كان ضر وصابر وهادشي اللي هضرتي لي السي قاسم على غير المطاعم لا ريستوراسيون هما اللي غادي عندهم الحق انهم يفتحوا بهاد الاجراءات بهاد الطريقه المطاعم مقاهي عادية مقاهي يعني عادية غتبقى على حساب على البعد تا هما كذلك البعد المقاهي العادية تا هما كذلك البعد يعني يجي انسان ياخذ طويبلة ويريح بعيد على الاخر واحد المترو هذا هو النظافة هذو كيسدو مع 11 هذوك قانونيا هذوك كيسدو مع 11 الليل المطاعم العادية والمقاهي مع 11 ولي سناك مع 11 شكرا 11 ديال الليل شكرا يعني 23 زور شكرا لك السي قاسم قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة